كل اكل بيحبوه، العدس بيحبوه، المكرونه بيحبوها، كل اكل بيحبوه. اكلات شعبيه كتيره المصريين مشهورين بيها زي حمص الشام والعدس والمكرونه. طب ايه رايك لو كل دول اتجمعوا لك في مكان واحد هنا في حاره التكايه بالخليفه؟ اكتر اكله الناس بتحبها منك في الحاجات اللي بتعمليها؟ كل اكل بيحبوه، العدس بيحبوه، المكرونه بيحبوها، كل اكل بيحبوه. انا اساسا كنت مشهوره بتاعت مكرونه، العدس ده اتعمل كده حليه، لكن انا اساسا مكرونتي محدش يعرف يعملها ولا صلصتي حد يعرف يعملها. طب ما يلا بينا بقى كده نشوف الدنيا بتتعمل ازاي عندك. اجرب يلا تورينا الدنيا. امال اول حاجه العدس زي بتاع امهاتنا في البيت اهو، ما تدوقيها هتعرفي. قولي لي بقى العدس بتعمليه ازاي؟ بسلقه عادي وبضربه في الخلاط واصفيه واحط له التومه والبصله والشعريه وبحط جزر في السنين. ليكي بقى توابل او حاجه معينه؟ كمون وفلفل وكمون وملح. دي الصلصه بتاعتنا محدش يعرف يعملها ولا اي محل. دي عليها شطه كمان ولا شطه لا صلصه بس؟ ده حمص الشام اللي انا اول ما اشتهرت بيه، وده كشري، ادي مكرونه. العدس حطيت له صلصه اول مره اجربه بالصلصه. دلوقتي بقى جنب اللحظه اللي احنا بندوق فيها واقول لكم رايي. هبتدي بالعدس. بجد العدس حلو، المكرونه بقى احلى واحلى، جامده جدا، الصلصه مختلفه خالص مش هتلاقوها عند اي حد تاني. بجد لازم تيجوا تجربوا الاكل هنا عند الحاجه نعمه. القعده هنا حلوه، حاره التكيه الخليفه. ولو انتوا بقى عندكم اقتراحات بتعمل اكل مختلف او اكل حلو وناس مكافحه، ستات مكافحه، اكتبوا لنا ده في الكومنتات. اشوفكم على خير من تكيه رحمه.